لا تخافي، اختك راح تقوم بالسلام يا رؤي. واضح انك مزعوجة كتير. وعم تضبطي اعصابك لحتى ما تبكي. انا بنت غبية ومجنونة لاني حكيت كل شيء. صرت بتعرف كل اسراري لاني فكرت حالي حموت. وما خطر لي ارجع شوفك هون. بعتقد اني ممكن كون بيت سرك. وشو بيضمن لي يعني انك رح تحفظ لي سري؟ كلمتي هي الضمان وبس. وهلا فيك تحرري هالدموع. البكي بيريح ما بخوف. انا ما بخاف. انا ما بدي اختي تشوف الزعل والقهر بعيوني. لازم اكون قوية. وهيك اختي ما بتضعف. فهمت؟ جوري؟ تصبح على خير مجد. من وين بيعرف اسمي هاد؟ مجد تركت منه هلا. راح ابن اختي، راح اختي خسرت ابنها. اها بتعرفي، قلت مستحيل تيجي اليوم. اختك كيف صارت؟ ان شاء الله احسن. اختي مو منيحه. مرحبا عمر بيك. اهلين. تفضلي. انا يولا. انت ما تذكرتني؟ بنت الجنايني يلي بالقصر. هلا تذكرت. كيفك؟ شو اخبارك؟ انا منيحه. اختك كيف صارت؟ طلعت اليوم على البيت بس نفسيتها شوي تعبانه. كم يوم حتصير احسن. بتمنى تخبروني شو بصير وتحطوني بالصوره. هي لازم ترجع تعمل تحاليل عامه. طبعا انا بذاتي رح اتابع هالموضوع، ولاني بشتغل بالمشفى هون من سنين فاكيد ما رح انسى. حلو كتير. لحظه عمر بيك، قبل ما انسى، انا يعني بصراحه وظيفتي بمكتب الاستقبال، ولانه حضرتك ما عندك سكرتيره لهلا، زبطت لك ملف المرضى ومواعيدهم. شريهان أصرت تشوفك بهالفترة، لهيك عطيتها موعد بكرة الصبح. بتمنى ما أكون عملت شي غلط، بس عم حاول إني ريحك دكتور. عملتي منيح، شكراً لإلك. يولا فيني أطلب منك طلب؟ بتمنى أنك تضلي عم تشتغلي هون وتزبطي لي كل مواعيد المرضى. طبعاً إذا أنت حابة هذا الشي. هالشي بيفرحني. أنت بدك يعني هون سكرتيرتك ما هيك؟ أي نعم. أنا بحاجة لسكرتيرة تكون بتعرف المستشفى ويكون عندها خبرة كمان بهالمجال. إجت بوقت؟ شكرا كثير، يسلموا. طيب، شكرا لإلك. أهلا وسهلا. جهاد بيك عم يتطلع لهون، مبين إنه بده إياكي. ليش ما بتروحي لعنده؟ ما بدي روح. شو بدي قله؟ قلعونا على القليلة لحتى وضعنا يستقر. اختي ليش؟ شو لسه في اكتر من التقليع؟ انا متأكدة في سوء تفاهم. ما منعرف شو السبب لهلأ. شو يعني بسبب انينا تعطر بدها تقلعنا؟ يمكن خالي دور هاللعبة هاي لانه طوليب ما بتعملها بنوب. طوليب خانه مستحيل تقلعنا وتتخلى عنا. اختي انا خايفه كثير تكون هي اللي طالبه انه نطلع من هون. سيلي انتي سبقيني على البيت.
نعم. ألو. آه. أهلين صالح. عندي خبر. الصبح يولا قالت لي. تمام. الله يكون معكم. موفقين. موفقين. تمام. ناطرة خبر. يلا. سلام. صباح الخير يا خانم. صباح الخير. شو صار مع الجماعة؟ فضوا الملحق ولا لسه؟ لا، في وحدة من بناته لصالح مبارح تعبت ونقلوها على المستشفى. ها. رح يضلوا هون؟ لا، وضعه مانو خطير كتير، بس رح يتأخروا ليفضوا الملحق. وما هيك بدي منك تبلشي الدوري على ناس جداد. بدي جنايني وطباخ، وبدي اثنين لتنظيف البيت، وشخص لحتى يلبي طلباتي، وبدي تتأكدي من مؤهلاتهم. طيب، مثل ما بتأمري. صباح الخير. منيحة أنا. اسمع عمر، شو رأيك نتناقش بموضوع المشفى اليوم؟ ها؟ تمام. شو عجبك؟ ما بعرف، كأني شفته على رقبة رفيقتي بحفلة الأسبوع الماضي. ممكن هالشي، بس القطعة يلي رح تشوفيها هلأ أنا متأكد ما شفتيها من قبل. أوه، هاي حلوة كتير، بتجنن. رح قيسها. طيب. هاي القطعة النادرة عملناها خصوصي للزباين التقال يلي مثلك. انتي شو عم تعملي هون؟ ما تكوني عم تراقبي توليب خانهم؟ لا ابدا، بس اجيت لهون لحتى احكي معها شوي. كنتي رح تحاكيها، بس لما شفتي لمعة الالماس ما قدرتي تتحركي من مكانك، ما هيك؟ لا تكوني حابة تلبسيهم. أنا ما فتت لأني شفتها مشغولة خالدة خانو. إيه هي حلوة كتير، رح آخذ هالقطعة. ما خاب ظني بذوقك.